اللهم محب الصغار، يا من أدرمت في قلب القديس يوحنا بوسكو نار محبتك وأقمته أبا للشبيبة ومعلما، أشعل في نفوسنا تلك المحبة. احتفلت الأسرة الثالثية في بيت لحم بعيد مؤسسها وشفيعها القديس يوحنا بوسكو صديق الشباب، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس للآباء السليزيان وسط مدينة بيت لحم. ترأس قدس الأب لويس سلمان المرشد الروحي لشبيبة موطن يسوع القداس الاحتفالي، بمشاركة الأب لورنس ساجوتي رئيس الدير والمرشد الروحي لمجموعة كشافة السليزيان، وعدد كبير من الكهنة، وبحضور الراهبات والرهبان وقائد المجموعة السليزيان فؤاد سلمان ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان والقائد خليل فرهود والقائدة عايدة بابون أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطيني وقادة المجموعات الكشفية في المدينة ورواد الحركة الكشفية والمؤسسات الدينية والمحلية وحشد من المؤمنين. وقد أحيت جوقة مجموعة كشافة ومرشدات السليزيان السادسة التراتيل والمعزوفات على الآلات النحاسية التي صدحت بالكنيسة ونالت إعجاب الجميع. وفي كلمة للأب لويز الذي حث من خلالها التمسك بالإيمان ونكون على مثال القديس يوحنا بوسكو في الحياة والتمسك بالأرض وعدم الهجرة، فالأرض المقدسة أرض السيد المسيح له المجد. اليوم قديس دون بوسكو بعلمنا وبذكرنا نرجع نعود للعناية الإلهية، هالعناية اللي مش ممكن تتخلى عنا، لأنه إحنا نؤمن أنه في السماء هناك أب سماوي بيعتني فينا وبيحبنا ولن ينسانا. فبالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم بتمر فيها بلادنا، خاصة غزة ومنطقتنا هون مناطق الضفة فلسطين اللي بتعاني من الضعف في الأشغال وقلة الإيمان وقلة الأمان، لكن لازم نعود ونثق بإلهنا أنه مش رح يتخلى عنا. فخلونا نتعلم البقاء وليس الهجرة، لأنه مش ممكن انه يتركنا، راح يضل يقودنا. فمنعلم بعض من خلال شفاعة القديس دون بوسكو التحدي والثقة الإلهية، وانه احنا باقون هنا مش راح نروح لأي مكان، لانه هنا خلقنا الله وهون بدنا نضل. وبعد البركة الختامية تم تبادل التهاني بعيد القديس يوحنا بوسكو في قاعة الدير. اليوم احتفلنا بعيد القديس يوحنا بوسكو، طبعا الأوضاع ما تسمح لنا أن نحتفل زي ما لازم، لكن احنا موجودين في هذا المكان لكي نزرع حتى في هذا الوقت وهذه المناسبة وفي هذا الوضع نزرع في قلوب الشباب خاصة الرجاء والأمل إنه في مستقبل ونقدر نعيش بروحانية دون بوسكو، خاصة في توزيع هذه التربية المهمة. القديس يوحنا بوسكو الذي لم يتوانى عن الاهتمام بالأيتام والمشردين والمحتاجين والمرضى، والذي كرس حياته لخدمة الشباب حتى أصبح شفيعا لها في العالم. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، يا من منحت دون بوسكو قلبا كبيرا وكريما، التفت إلى تضرعاتنا هذه لكي تنال حقا ما طلبناه، واثقين بالمسيح ربنا. آمين. برغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا، برغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها غزة، رسالتنا دائما رسالة أمل، رسالة فرح، رسالة خلاص. اليوم
كل الموجودين كلنا مع بعض رفعنا الصلاة ورفعنا الدعاء لمخلصنا وسيدنا يسوع المسيح إنه تعم بلادنا بالسلام وإنه تنتهي هاي الحرب، إنه تنتهي كل هاي كل مظاهر العنف. دائما في عنا أمل، دائما في عنا رجاء برغم كل الظروف، دائما عنا أمل موجود. أملنا إنه نعيش في هاي البلاد، بلاد السلام، بلاد سيدنا يسوع المسيح، نعيش بأمل، نعيش بفرح، نعيش بمحبة. وشكرا لكل الأشخاص اللي برغم كل الظروف الصعبة شاركونا وكانوا معنا. شكرا لشباب الكشاف، لفرقة عزف الكشاف ولجوكة الكشاف اللي اليوم كانوا أكثر من رائعين وقدروا إنه يخرجوا القداس بأفضل صورة ممكنة. وأكيد شكرا لأبونا لويس سلمان اللي ترأس هذا الاحتفال، ولخوارنت وشمامسة المعهد الإكليريكي. لنورسات مارلين الحدوة من قاعة القديس يوحنا بوسكو بيت لحم. اذهبوا بسلام المسيح.